السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا معنا في ساعة جديدة من برنامج صوتكم، نسلط فيها الضوء على أبرز المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة. نبدأ معكم بعد الفاصل. الدستور بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم مشاهدينا، دائما نذكر أن أرقام هواتف القناة مهيئة لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية، كذلك يمكنكم التواصل والمشاركة معنا من خلال خدمة الواتساب، حيث سأقرأ الرسائل المكتوبة وأعتذر عن استقبال الرسائل الصوتية. مشاهدينا، اليوم ومع انتهاء ولاية البرلمان الحالي رسميا اليوم الثلاثاء وتحوله إلى برلمان تسيير أعمال وفقا للدستور الحالي، ريثما يتم التصديق على الأسماء الفائزة بعضويته في الانتخابات المرتقبة القادمة، لا تزال الكثير من الملفات معطلة في أروقة هذا البرلمان الذي نشهد نسخته الثالثة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. لجان التحقيق داخل البرلمان التي شكلت أو من المفترض أنها شكلت لكشف ملابسات قضايا كثيرة، من بينها انتهاكات وأخرى تجاوزات للقانون وشرعنة للفساد، طبعا لم تبصر نتائجها النور حتى اليوم، ما يعني أن كل تلك الانتهاكات ستنتهي مع نهاية ولاية هذا البرلمان. هناك طبعا خصوصا يعني أنه في ظل عدم وجود نص دستوري يحمل البرلمان اللاحق مسؤولية متابعة ملفات البرلمان السابق، ما يعني أن كل تلك الملفات بما حملته من جرائم وانتهاكات ستطوى إلى الأبد وفق ما يقول مراقبون ومتابعون. كان هناك تصريح لنائب عن تحالف القوى العراقية قال أن البرلمان سيطوي مع أيامه الأخيرة ملفات كثيرة من ملفات لجان التحقيق التي لم يبت بها ولم تكشف تلك اللجان عن الحقائق التي شكلت لمتابعتها. أيضا أضاف أن هذه اللجان كثيرة، منها شكلت بانتهاكات الحشد الشعبي بالأنبار وصلاح الدين وجرف الصخر وديالة ومناطق أخرى، بالإضافة إلى اللجان التي شكلت حول مجزرة الصقلاوية وغيرها من المجازر، أيضا اللجان التي شكلت للتحقيق بملفات فساد في وزارات مختلفة ودوائر رسمية وفساد مالي وغيرها من اللجان، كل هذه اللجان تم تسويفها ولم تتابع من قبل رئاسة البرلمان ولم يسأل عن نتائجها، بل والأكثر من هذا أن كل هذه الملفات والمسؤوليات الكبيرة ستطوى وتذهب مع انتهاء عمر البرلمان الحالي، والذي مثل ما ذكرت اليوم رسميا انتهت مهامه رسميا اليوم الثلاثاء. طبعا من ضمن الأمور اللي أصبحت معروفة لدى الجميع أنه تشكيل لجان التحقيق في البرلمان تعني خطوة نحو التسويف. عندما تشكل لجنة طبعا معدومة الثقة بكل هذه اللجان وكل هذه الملفات، ومن يتحمل المسؤولية بالتأكيد هو البرلمان يعني الذي لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب. من التساؤلات التي يعني التساؤلات المنطقية ونحن أمام هذه الحالة أنه كثير من الوجوه التي يعني كانت موجودة في الدورات السابقة البرلمانية يرشحون أنفسهم من جديد. التساؤل أنه كيف يرشح البرلماني الذي أسهم بهذه المماطلات وأسهم بهذا التسويف، كيف يرشح نفسه لدورة برلمانية جديدة، وكيف للشارع العراقي أن ينتخب هؤلاء بعد أن تركوا خلفهم
كل هذه التركة الثقيلة وكل هذه الملفات التي المعطلة واللجان التي لم تكشف عن أي نتائج. هذا هو الحال للأسف مع البرلمان الحالي والبرلمان السابق والذي سبقه. طبعا يعني تعطيل لجان التحقيق وتسويف القضايا التي شكلت تلك اللجان لمتابعتها لم تكن يعني فقط في هذا البرلمان الحالي، بل هو منهج اتباع البرلمان العراقي على مدى 4 دورات من عمره منذ تأسيسه، من يعني منذ الاحتلال وحتى اليوم. على مدى الدورات السابقة من عمر البرلمان، لو أحصينا لجان التحقيق التي تم تشكيلها وبحثنا عن نتائجها لما وجدنا أيا منها قد أكملت عملها أو قدمت تقارير متكاملة وأخذ البرلمان والقضاء دورة بها، وإنما كلها سوفت عن طريق هذه اللجان. يعني جرائم ارتكبت على مدى سنوات طويلة كلها تم تسويفها عن طريق هذه اللجان البرلمانية. وطبعا هذه طريقة يبدو أن البرلمان اتبعها منذ إنشائه منذ عام 2003 وما بعد عام 2003 وحتى اليوم. تشكيل اللجان للتحقيق بالانتهاكات هو أسهل طريق وأفضل طريق للتهرب من المسؤولية. هكذا هو الحال مع البرلمان الذي يسمى بالعراقي والذي نشهد اليوم عمليات ترشيح كبيرة ومنافسة كبيرة على دخول هذا البرلمان مجددا. أبدأ باستقبال المشاركات الهاتفية. معي الأخ أبو حسن من بغداد. أهلا بك أخي أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو حسن. الله يبارك فيك. أخي برلمان هو برلمان يعني شلون نقول عليه يعني هم لصوص حرامية يعني بصورة عامة، ما حد يحاسب الآخر، هم مجموعة لصوص. من يحاسبهم هم ذولا؟ من يحاسبهم؟ نعم. يعني واحد يحمي الثاني. نعم، المشكلة أخي أبو حسن أنه كل الملفات السابقة والإشكالات السابقة، الجرائم، اللجان التحقيقية كلها ستذهب وتطوى طي النسيان مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية. يعني حتى لو عندهم ملفات ما يطلعوها، يعني هم واحد ثاني الثاني، يعني هم كمجموعة سراق واحد حامي الثاني ما يطلعوها. ويقعد بين عندهم هيئه النزاهه كلهم ما ممكن نزاهه بالعراق، هم هذول مجرد عصابات جايه تدمير العراق. وبعد يعني وصل العراق لمرحله يعني ما قام اصلا يحترمهم ابد. هم مجموعه سراق يعني مو اصلا مو عراقيين. وما يدرون اللي قاعد يتقدم يعني بس حرامي اللي ما نعرف منين جاي راح يظل. هم مجموعة عصابات ما حد يحاسب أبد. يعني المفروض يوم يعني يطلعون الصراخ اللي أخذه أو اللي أخذه، بس ما فيه يعني تنظر من أي حديد من حديد وراح نجيب فلان وراح نحاسب له وكله كده. يعني هم اللي حاسب هو فاسد. شلون الفاسد ده هو أبو النجار فاسد، شلون يحاسب الفاسدين إذا هو فاسد؟ لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. نعم. طيب أشكرك أخي أبو حسن من بغداد. طبعا يعني بهذه الحالة البرلمان أصبح أكبر مظلة لحماية الفساد والمفسدين، في حين أن كل السياسيين وكل الأحزاب والكيانات السياسية اليوم تتحدث عن الفساد وتتحدث عن محاربة الفساد، بالوقت اللي يشكل البرلمان أكبر مظلة بشكل رسمي لحماية الفساد وحماية الفاسدين. كيف يمكن لبرلمان من المفترض أنه جهة تشريعية وجهة رقابية يعني تتابع الأداء للحكومة وللوزارات، كيف يمكن لهذا البرلمان أن يسوف كل هذه القضايا بهذا الشكل؟
دائما ما تحصل مشاكل وإشكالات كبيرة في العراق يتم الحديث عن أنه تم تشكيل لجنة في البرلمان لمتابعة هذا الأمر، لكن في الحقيقة هم فقط يستغلون الوقت، يشترون الوقت ليسوفوا هذه القضية، حتى إذا ما انتهى عمر البرلمان وانتهت الأربع سنوات تذهب كل هذه القضايا وترمى خلف ظهورهم. طبعا خبراء في السياسة يوضحون أن الدستور الحالي غير ملزم لأي برلمان جديد بمتابعة تركة البرلمان السابق، ما يعني أنه كل دورة جديدة للبرلمان عليها مسؤولية حسم كل ملفاتها قبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية. يعني عفوا، في الدستور الحالي لا يوجد نص يتحدث عن ترحيل مشروع قانون أو لجنة تحقيق أو ما إلى ذلك إلى البرلمان اللي بعده. نتحدث عن هذا الموضوع أكثر، لكن استقبل المشاركة من الأخ سعد من محافظة ميسان. تفضل أخي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هي عثرة كل كبيرة بحياتنا كعراقيين بعد كل هاي التشريعات اللي يقدمها بل يحاورون بيها، وبقت كل الأشياء المتعلقة اللي تخدم الشعب لعبور هذه المرحلة توقفت بسبب البرلمانيين. وأنا أعرف كل زين كمواطن عراقي بالفترة الأخيرة بدأوا ينزلون للشارع لإعادة من جديد للبرلمان، فهم على وهم اللي ترك البرلمان وكانت الجلسات غير متكاملة ونزلوا الشارع يصفون الانتخابات الجديدة، وهذه الانتخابات الجديدة خلنا احنا بنحل من عدها. وهم ذول إذا عدتهم كانت نية الأخوة بالبرلمان عدتهم نية إعادة من جديد إلى البرلمان، فهم على خطأ وعلى وهم. وكل التشريعات اللي احنا بانتظارها لا تنجز في هذه الفترة، وهم أربع سنوات تقدموا للبلد لا ولا الخدمة للأمان سوى شركة أموال العراقيين، وإحنا نظل هذا الديدن مالنا كعراقيين، هذا الديدن مالنا نظل نتابع الأموال اللي سرقوها أموال العام، وخرج رئيس الوزراء يلوح بعفاء الغريضة محاسبة الفاسدين، وانتهى مهمة البرلمان ولا واحد محاسب من قبل البرلمانيين ولا من رئيس الوزراء اللي هو واحد الشعب يفترض به إذا هو عربي أصيل عليه أن ينفذ ما قام على الإعلام. كل دول العالم تنتظر محاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المسروقة، ولهذه الساعة لا أكو أموال أعادت ولا محاسبة الفاسدين، ويعرفون كل الزين الآن رشحوا لإعادة مرة ثانية للانتخابات وكلهم فاسدين. لا نشتكي منهم أحد. طيب أخي سعد، تعتقد أنه تعتقد أنه السياسيين والمسؤولين يعرفون هذه المسائل الدستورية جيدا، فبالتالي يشعرون أنهم بحصانة من أي لجنة تحقيقية ومن أي تساؤل قد يحصل في البرلمان؟ أستاذنا العزيز هي العملية السياسية محاصصة لك، وهذا بالتأكيد يصير عملية توافق لشركة أموال الدولة بين لاحي مو وطنيهم مو عندهم أساسا مو للوطن ولا حبهم للوطن. أكيد راح أنا أغطي لك وأنت تغطيني وإحنا ندفع ثمن غالي، بس والله يرضى راح أقول لك أستاذنا العزيز اللهم أشهد إحنا ما قابلين عليهم ونظل نتابعهم إلى عقر دارهم بدون استثناء. أنا رئيس اتحاد نقابات العمال، واليوم احتفلنا بهذا العيد وبالتماس مباشر مع الطبقة العاملة ومع الكادحين ومع كل هذه الشريحة الفقيرة المتألمة. إحنا نظرون نتابعهم نعم والله عن خمس. نعم نعم أخي سعد، أنا أشكرك جزيل الشكر على المشاركة.
معي مشاركة على خدمة الواتساب، أحد الأخوة يقول الله ينتقم من كل ظالم، الكل حرامية دمروا البلاد والعباد. إذن لا يوجد نص في الدستور يتحدث عن ترحيل مشروع قانون أو لجنة تحقيقية أو أي شيء من الأمور، ما يعني أنه البرلمان الجديد غير مسؤول عن تركة البرلمان الذي يسبقه، ولا تتم محاسبته في حال ترك كل التركة وكل الملفات ولم يتابعها. طبعا هذا الكلام يعني أنه كل برلمان عليه أن ينهي جميع المشاريع وجميع اللجان التحقيقية، من المفترض أن تنشر نتائج هذه التحقيقات قبل انتهاء ولاية البرلمان، لكن واقع الحال أنه لم نلاحظ على مدى كل هذه السنوات السابقة أنه أي برلمان أنهى مسؤولياته بشكل كامل قبل انتهاء ولايته، وهذا الإهمال المتعمد أصبح منهج متبع لكل الدورات البرلمانية في العراق، وكل السياسيين المشاركين في الدورات البرلمانية السابقة يبدو أنهم يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون كيف تتم الأمور، فبالتالي أي مشكلة تحصل ويعني تشغل بال الرأي العام في العراق يعلنون عن تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعتها. طبعا اللجان التحقيقية لا تظهر أي نتائج، ويتم فقط شراء الوقت وتسويف الأمر حتى تنتهي الدورة البرلمانية التي من المفترض أن عمرها 4 سنوات، وبالتالي تهمل كل هذه الملفات وتهمل كل هذه اللجان التحقيقية التي شكلت لمتابعة هذا الأمر. كثير من الناس يتساءلون عن مثلا اللجان التحقيقية التي شكلت للبحث في أسباب سقوط الموصل على سبيل المثال، والتي كان يعني فيها ملف كبير، وبحسب تصريحات للسياسيين أن المالكي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى بحسب ما ورد في هذا التقرير، لكن الآن هذا التقرير وهذه اللجان وغيرها كلها ستذهب مع يعني إدراج الرياح، ولن يرى الشعب العراقي أي نتيجة تذكر، ولن يحاسب أي أحد من المسؤولين أو الفاسدين. ومثل هذا الأمر كثير، يعني هناك عشرات ربما مئات اللجان التحقيقية التي شكلت وكلها ستذهب أدراج الرياح. معي مشاركة من الأخ أبو ناصر من تركيا. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله يا مرحبا. أستاذ مصطفى، هو إذا تعطل وإذا لا، هو شنو اللي يقدمه للشعب غير امتلاء الخزائن مال النواب بأموال الشعب؟ نعم. وبعدين هي وين الملفات المعلقة اللي لحد هسه ما قدموها ولا بتوا بيها ولا سووا أي شيء بيها غير الإلغاء؟ أخي، العراق بالعراق موجود برلمان فاسد خلال 4 سنوات الماضية، شنو اللي قدموها غير اللي هذا الشخص مسافر للعمرة وهذا طالع للحاج وهذا ماخذ إجازة مرضية واللي عنده مشاحنة ويا غيره؟ والله عيب وخزي عليهم النواب والسياسيين والمعممين أستاذ مصطفى، دمروا للبلد وما راح تقوم للعراق قائمة إذا بقى هذا الوضع للفترة القادمة. وخلي الشعب يشوف شلون البرلمان يضحك علينا وشلون يتقاتلون بيناتهم للترشيح للفترة القادمة، وهم دا يشوفون شلون أكثر الملفات اللي أمام البرلمان انتهت صلاحيته. طيب انتو شنو اللي سويتوه خلال 4 سنوات؟ ليش ما بديتوا بهاي الملفات إذا أكثر الملفات انتركت وراحت أدراج الرياح؟ وخلي الشعب بنفس الوقت يشوف شلون ذابحين نفسهم بالدعايات الانتخابية ويضحكون على الناس البسطاء، هذا اللي يوزع بطانية وهذا اللي يوزع كيس تفاح وملابس داخلية أو دجاجة. وكل الشعب شاف شلون أياد علاوي ذاك اليوم من طلع بالأعظمية يقول له للمواطن وبصريح العبارة يقول له والله إلا ندمركم، شافوها الشعب العراقي وقال هذول هم اللي مرشحين نفسهم وراح ننتخبهم مرة ثانية. وبعدين هو شنو اللي بقى بالعراق ما تدمر؟ كل شيء دمروه. نعم. بواسطة هذول الحثالة ما بقى شيء بالعراق إذا ما تدمر. يعني أبو ناصر، هناك من يقول إنه يعني ننتخب الصالحين وننتخب الأكفاء، ويبدو إنه الأحزاب يعني تعرف تجيد اللعب على هذا الوتر، وربما قاموا بترشيح أناس يعني بوجوه جديدة نوعا ما، و
قد يكونون يعني حاملي شهادات أو شيء من هذا القبيل. تعتقد أنه حتى لو كان هناك شخص صالح من بين المرشحين ودخل إلى البرلمان، هل يستطيع تقديم شيء فعلا؟ مستحيل أستاذ مصطفى يستطيع يقدم أي شيء للشعب، لأنه بالأساس هو سمع وشاف بعينه النواب السابقين شلون استفادوا وشلون ملكوا وشلون صارت عندهم حمايات وشلون صارت عندهم قصور، وهو جاي على هالأساس، هذا جاي بأنه يصير مثل بقية النواب السابقين، ما راح يقدم للشعب أي شيء، مستحيل يقدم شيء. والشعب خليه يفهم، خليه يفهم الشعب بأن هذول جايين لمصالحهم الشخصية مو جايين المصلحة الشعب. والدليل هاي الملفات المعلقة اللي راح تنترك، هاي انتهت، هي راح بعد منو راح يبت بيها؟ شغلات انتهت وراحت، شنو اللي استفاد من عندها الشعب هاي الأربع سنوات اللي كانوا هم مسيطرين على كل شيء وبس يفرهدون وبس ينهبون ويجيبون بهالأموال ويكدسوها قدام عوائلهم، والناس قاتلها الجوع يا أستاذ مصطفى. بيوت يعني إنسان بسيط، إنسان فقير بيته بانيب في سبيل يعيش هو وعائلته به، يجون يجيبون شفلات ويدمروها وهم قاعدين بالقصور. وهاي طلعوها، حتى طلعوها على اليوتيوب بفيديو وشافوها كل الناس. يعني انت معقول تدمر بيوت العالم هالفقرة؟ هاي اللي جيتوا انتوا لمصلحة الشعب؟ مستحيل استاذ مصطفى. البرلمان القادم اذا مشت هاي الانتخابات، واللي نتمنى انه اذا اكو انسان عنده غيرة وعنده شرف والله العظيم ما يشارك بهاي الانتخابات، واذا يريد يطلع يروح يدمر مراكز التصويت كلها حتى يبين للعالم كله بأن إحنا راضين لهاي الوجوه. هاي الوجوه دمرت بلد بأكمله، دمرت بلد حضارته 7000 سنة بس جايين لمصالحهم الشخصية. مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم أستاذ مصطفى. والشعب خلي يحس وخلي يشوف، ومو بعدين يطلع مني يشوف الضيم من عندهم خلال الأربع سنوات القادمة، يطلع ويهتف بالشوارع ويصيح هيهات من الذلة، بعد أكو أذل من هالوضع هذا؟ نعم. شكرا استاذ مصطفى. حياك الله اخي ابو ناصر من تركيا، شكرا للمشاركه. الاخ ابو نور من النجف ويانا ايضا، تفضل اخي ابو نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عزيزي مصطفى سلامي اليك والى كادر قناه الرافدين اجمعين. حياك الله يا مرحبا. موضوعكم اليوم موضوع يعني جدا هام ويهم الشعب العراقي، زين، واللي هو تدوير الملفات، تدوير ملفات الفاسدين من دورة إلى دورة. يعني إحنا مو اليوم نشهده، إحنا مو اليوم نشهده، الدورة السابقة قبلها هم أجلوا الملفات، وهاي الدورة هم ما راح تسوي شيء، وهم راح تدور الملفات إلى الدورة الأخرى. وعلى هذا نبقى على السرقات ونبقى على النصب والاحتيال مال دول البرلمانيين. نعم أخي مصطفى تسمعني؟ أسمعك نعم أخي أبو نور، سرسر بالكلام إذا تحب. نعم نعم، يعني جاي تسمعني مو؟ طيب مصطفى. طيب اخي ابو نور، كل مره تسالني هذا السؤال الله يخليك، واذكر لك انه كمل كلامك اسمعك، فبالتاكيد يعني اسمعك كمل. استاذ مصطفى احنا من 2003 من تجيء الاحتلال الامريكي ولحد الان تريد تطور بالبلد، ما في تطور. طيب اخي ابو نور الان نعم الان الكل شخص المشكله، يعني كثير من الناس في الشارع، في مواقع التواصل الاجتماعي، بالاتصالات، باي مكان، الكل شخصت المشكله وتلقي اللوم على السياسيين وعلى الحكومه وعلى العمليه السياسيه. تعتقد انه هذه المره بالفعل الانتخابات والعمليه السياسيه ستشهد مقاطعة كبيرة من قبل الناس؟ يعني أنت من مدينة النجف، كيف يعني أحاديث الناس في النجف؟ والله يا أخي يعني حديث الناس بالنجف، وأنا قبل سابقا هم قلت لك يا أستاذ مصطفى، حديث الناس ترى بس الناس اللي عندها ضمير، وإلا الناس اللي ما عندها ضمير صدقني راح تطلع وراح تنتخب مرة ثانية نفس الوجوه الكالحة، وراح يرجعون يشتكون بعدها، يرجعون يشتكون يقولون ما عندنا مدارس وما عندنا مستشفيات وما عندنا امان. واحنا اللي ما صوتنا، واحنا اللي ما صوتنا يقول لهم حلو ويطبكم طوق. انا شوف انا مو يعني لعياد حلاوي، بس عياد حلاوي خوش حكى حكايه،
ايش قال له؟ قال له انتم دمرتونا. سمعت هذا الفيديو؟ نعم. قال له انتم دمرتونا، ترى الناس هم تدمرون، مو سياسيين. قبل لا يدمرون السياسيين، الناس اللي سذاجتهم هم تدمروا الوضع، بلدنا هذا. فاحنا اليوم الناشد نقولهم يا اخوان مروتكم من خلال قناتكم، يا معودين مروتكم، قاطعوا الانتخابات حتى يعرفون ذولا بانه هم مرفوضين، بانه هم اجوا على الدبابات تذبج، لا يعلمون شيئا في السياسه. زين، وما ادري يعني هم لا يعلمون شيء في السياسه، لكن يعلمون كيف يسرقون، ويعلمون كيف يسوفون ملفات الفساد، وهم خبراء بهذا الأمر. نعم خبراء فعلا. أخي ملفات الفاسدين من يوم تشكيل الحكومات الحكومات اللي شبوا عليها والله ما أدري. نعم. يعني مرات الكلام خاف يطلع من عندي، وخاف يعني ما محبة، بس هاي الحكومات اللي اجتك واحدة ورا الثانية هي حكومات كلها مبتدأ، كلها جاية من برا، صدقني جاية من الخارج، ماكو ردنا لنا فد سياسي عراقي، ماكو، كلهم صنعتهم دول وجابتهم لنا. زين، يعني يوم ترى ايران، اخي ايران جاي تلعب دور ترى ماكو بعد دور. زين، وراح تستمر، وراح يستمرون السياسيين، وراح يستمر تشكيل الحكومة الذي بأخذ الإذن من سيدتهم إيران. زين، وهذا مستمر، احنا على هاي الشاكلة إلى أن يجينا واحد ينقذ البلد من هؤلاء الصعاديد. خلنا نسميهم صعاديد. نعم. أشكرك أخي أبو نور من النجف على المشاركة. معي أيضا دكتور رعد من إيرلندا. تفضل أخي دكتور رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا ملفات الفاسدين أكيد 100% ما حتنفتح، لأنه الناس المسؤولة على الملفات هم لازمين لزمام الأمور. وشوف لي برنامج واحد من كل القوام عندها برنامج واضح من أجل البلد، كلها يتقاسمون المناصب والمنافع، تجي كل من يصير بوزارة وجد الوزارة تفيد، وكل وزارة تباع وتشترى، هذا يعني مبين. فلهذا السبب يعني أجلس بالحكومة وداوم في مكانات سابقا وطلعت، لانهم يعني الامور ما تناسبنا ولا تليق بينا، يعني كان داوم بامور تعبانه، يعني مشاريع كانت تجي يردون كلها نسب وما نسب. فالفكره وما بيها انه هم ما عندهم برنامج، والناس اللي جايه مو مختصه، يعني انت بالعالم كله الطاقم السياسي عنده طاقم يشتغل وياه كله مستشارين كونسلتن ويحلون المشاكل. شوف لي كل الوزراء والمسؤولين الكونسلتن مالتهم كلها لو ابو شاي، لو كان يبيع هذا مو عيب انه يكون ابو شاي، احنا ما نريد ننتقص من الناس من عملهم، بالتأكيد. لكن الفكره انه تكون لازم قد المسؤوليه. فلهذا السبب انت شلون تعرف واحد، مثلا قول له واحد يريد يلعب كره قدم، قول له اعطيه طوبه خلي يشوف يعرف يمارس لعبه كره القدم. فالجماعة ما عندهم خبرة يعني، وما استفادوا يعني. اطماع صاروا من 2003 إلى 2018 الحد هذا الوقت هم ما سووا شيء. يعني الآن يعطيك فد مثال بسيط على الفساد. نعم. اللي موجود. أنا مقدم على التقاعد يعني من سنة 2006 طالع 2008. نعم. مقدم 2006 وطلعت 2008 قدمت، الى هسه صار 12 سنه انا ما مستلم تقاعد، واحنا وجبات يعني موجوده. فهذا مو فساد يعني، غيري. شنو السبب؟ شنو السبب؟ هذه الرواتب تروح بالجيوب؟ لو شنو السبب؟ اكيد يعني هي الحلو من اني جيت قدمت على تقاعد، انا كنت ضابط في رتبه عاليه في وزاره الدفاع ودكتور اختصاصي الوحيد بالعراق ولا كذا. نعم. فمن جيت أنا اشتغلت أنا على أساس نخدم البلد، ما رجعنا إلى وزارة الدفاع، رجعنا إلى وزارة البيئة اللي هي أضعف وزارة كانت موجودة، لأن العالم كله كان يعتمد على هاي الوزارة، لأن الوزارة تعتبر ريادية بالعالم، لكن في العراق لغوها. يعني هذا المضحك، يعني لأن كل المشاريع بالعالم تبدأ بالبيئة وتنتهي بالأمور الأخرى، تبدأ بهذا المشاريع. فالتقاعد مثلا مالت نحن وجبات من 2000 كانت 3000 واحد، انا اعطيك مثال انا عشته يعني الوجبه. نعم. 3000 واحد شخص، انا برتبه عميد جريت وعندي دكتوراه باختصاصات نادره جدا. المهم الفكره انه هذه ال 3000 جدي اخر شيء راحت ورجعت لقوا فضائيين ولقوا ما مشتغلين، صارت 300.
وال300 تصعد على اساس والله ما عندهم تخصصات ماليه ينطون الفلوس، يعني ارزاق الناس. والله انا يعني كمختص قدرت ارتب حالي، وعندي كان والدي هم ضابط قديم من الضباط المؤسسين مال الجيش العراقي، فقدرت انه انا ارتب حالي. نعم. لكن الناس اللي ما عندها راتب وين تروح؟ وحده هاي من الشغلات اللي اني يعني عشتها بشكل شخصي، يعني تجربه شخصيه. انت شوف الفساد وين واصل الى درجه، يعني الى درجه يعني ما يصدق بها العقل. زين اكو لعد كهرباء ماكو، مي ماكو، كل المشاريع كلها مشاريع وهميه. زين من يحاسبهم اذا ماكو واحد مسؤول يجي هو يقول يابا تعال هالمشاريع. احنا كنا في الوزاره نعطي برنامج للناس وكل اسبوع يكتبون تقارير ما هو الانجاز. اعطي كل واحد يجي يقول لي ابدا سويت، انا اعطيتك برنامج، اعطيتك موضوع، اعطيني انت خلال اسبوع ايش سويت؟ ماكو واحد يحاسبهم انت سويت خلال هذه الفتره، وين راحت الفلوس؟ انت اعطيتك اليوم مليون، سويت بالمليون المشاريع، اعطيني الوصولات، اعطيني الايفيدنس، ماكو هالشيء. فبرنامج كلها برامج كلها فضائيه وتتقاسم الفلوس، لانه تمين الحملات الانتخابيه بملايين الدولارات مين؟ نعم. هاي بينه هي اموال الشعب. طيب دكتور رعد، يعني عفوا، سكوت الناس و يعني وجود السياسيين كل هذه المده حتى الان يعني متسلطين على رقاب الشعب العراقي، برايك نعم. الى شنو تعزوه؟ يعني مثلا هل هو يعني قضيه ضحك على الذقون من ناحيه دينيه، خوف، يعني ترهيب الناس بقوه الحديد والنار؟ هي ثلاثة أو أربع أسباب. أول فقرة إذا أنت تريد السيطرة على العالم بالعالم كله تطرق قضايا الدينية، والقضايا الدينية هي قضايا إلهوتية، يعني كل من يعني يطلعون القضايا الدينية هي مؤثرة بالناس، والناس أهم شيء. أنت إذا أنت عندك عائلة، أول هدف تحققه هو أنه يتعلمون. التعلم هو أساس كل شيء. زين إذا هم الأمية والتخلف اللي موجود، البرامج مال طلعوا لي برامج مال الرياضيات، يعني البارح كنت اتفرج بالاحدى القنوات يعني تخرب من الضحك. كل البرامج تغيرت. طبعا الشعب غير مثقف، لو شعب مثقف يعرف حقوقه. اول فقره لازم تكون عندك انت ثقافه عاليه، يعني تعليم عالي، والقضاء يكون عادل، والصحه. نعم. احنا كل هاي صار بيها باكينج، يعني صار بيها تراجع. الصحه كل المختصين طلعوا، واي واحد يصير عنده مشكله، يعني أنا أم زوجتي راحت توفت في المستشفى، كان ولدي يسوي له غسل كلى، تروح يشتروها من برا على مود يجي يغسلون الكلى، والمكان مال غسل الكلى يعني إذا تجي تصوره ما يليق للحيوانات، يعني حيوانات في أوروبا الكلينيك مالتها العيادة أنظف من هذا. فتردي صار، يعني تردي الناس، يعني قلت لهم ذاك اليوم أنا تناقشت ويا جماعة، قلت لهم الفكرة أنت من مسوي برنامج، ما هذا حيرجع عليك خلفيا، يرجع لك، يعني لما مسوي اقتصاد حيرجع البلد حينهار. يعني ياخذون بالبنك الدولي 5 مليون دولار او 5 مليارات، يصرفون منها 70% رواتب و30% تشغيليه. ماكو هيك شيء بالعالم، هاي فد بالعراق يصير على مود يستغلوا الفلوس. والاضافه لشيء، كان في العراق في زمن صدام حسين كان اكو 800 الى مليون متقاعد، هسه 6 مليون تقاعد، ياخذون تقاعدات خرافيه، الدمج ورتبة لواء يعطوه أي واحد يجي. إحنا اشتغلنا في الجيش من سنة 80 إلى سنة 2001، أنا كنت عميد، ماكو رتب، كان عندنا 120 لواء وأكو كان حوالي 2500 عميد. هسه فريق موجود ويأخذون رواتب فلكية. زين برلمانيين يأخذون رواتب فلكية، هاي كلها استنزاف للموارد الشعب. يعني أنت حق المواطن اللي البسيط المفروض هو يأخذه، دي يأخذه غير واحد هو غير مؤهل. زين اكو برلمان بالعالم واحد ما يقرا ويكتب، لو عنده شهاده ماخذها ما اعرف منين جايبها، يقول انا دكتور. نعم. مزورين سووا لهم هذا، سووا لهم استثناء وسووا لهم عفو، سارقين سووا لهم استثناء وسووا لهم عفو، يعني مثل ما واحد عنده دقمه يفصل قاط عليها. ولهذا السبب انت شوف البلد ما حيتقدم، لان نفس الوجوه جايه متغير الاشكال، لكن هم نفس البرنامج نفس الوضعيه وماكو شيء تغير. يعني انت ناس مشتثيهم رتبه عميد اللواء، صار لهم من 2003 ممنوع يبيعون املاكهم ولا تقاعد ولا كل شيء. زين شو تردوا شو يسوون الناس؟ وين يروحون يعيشون؟ وهذا بلدهم، كل مواطن عراقي له حصه بالنفط والغاز، ليش يجي واحد ما يقرا ويكتب؟ يجي يتعادل معايا ويجي ياخذ حصتي وياخذ رواتب وياخذ امتيازات، هو ما يستحق ان يكون، وقسم ما يا اخي ما يخدم العراق هسه ما يخالف. هسه سرقوا اوكي ما يخالف، احنا اعتمدنا اكو سرقه بيها ليمت، يعني بالعالم الكوميشن الا ليمت،
3% 2.5%، روح 5%، الجماعة ياخذون 99.9%. ماكو شيء بالعالم زين. شنو قولي هسه احكي لي واحد برنامج موجود اللي صار به تقدم، تروح الى دوائر الدولة يعني. انا رحت الدوائر راجعت والله العظيم، يعني في زمن 1920 احنا كنا نشتغل احسن. صحيح. كل واحد قدامه هلقد فايلات ما يقدر يطلع راسه وما يعرف شلون المعاملة، تضيع يشمروها تدور عليها. فوضعية احنا وصلنا الى وضعية يعني صراحة، يعني المغول والتتر اللي جوا على العراق يعني يعتبر هذول شرفاء. يعني اللي صار بالبلد هذا يعني ما اقدر اوصف لك اياه، يعني لا حول ولا قوه. لان انا شنت موجود واعرف شلون تمشي الامور. نعم. وسببها منو سببها كله؟ جو الامريكان وعلى اساس اكل حد دمار شامل وكيمياوي، ماكو لا كيمياء ولا دمار شامل. احد حاسب هذني الدول قال لهم انتم ليش؟ يعني انا اعطيك مثال واحد، احنا عندنا مشكله، عندنا الديبليتورايم اللي موجود في العراق هذا هذا كله يسوي سرطانات، الامريكان جابوه. وهذا الهاف لايف مالته العمر النصف الاشعاعي مالته 3000 سنه. نعم. وش 6000 سنه، كل اسباب السرطانات اسباب هاي. قطعوا الاشجار على طريق المطار، سالت واحد كان موجود قال والله خذ منهم 5000 دولار. قلت لها كل شجره تدفع عليه 5 مليون دولار اذا تثبت لك التربه وتبقى لي غاز ثاني اكسيد الكربون وتغير لك الجو مالتك. فالناس ما يعرفون، جهله هي الفكره، وما بيها ناس جهله جوي الى السلطه. ولهذا السبب هذا، شوف لو ناس عندهم ثقافه وكلهم. لا. اللي مشكله جاي من الخارج، انت جاي من الخارج غير تجيب الثقافه الاوروبيه وتطبقها بالعراق يستفاد منها. ما رح تطبق الثقافه الاوروبيه 100%، طبقها 30%، طبقها 40%. يعني كل الناس اللي يشتغلون بالخارج هم يجون يرجعون الى شغلات بدائيه، وكانه احنا عايشين في 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 قبل 100 سنه يعني. بالفعل رجعوا العراق قرون وليس فقط 100 سنه. ما فقط يا اخي انت، هم اهم فقرتين التعليم، ضربوا التعليم، دمروا التعليم. نعم. دمروا الصحه يا اخي، ناس ما عندها ثقافه يعني. زين انا صديق عندي راح، كل من يريد يتعالج يطلع الى عمان، لو يطلع الى الهند، لو يروح الى مكان. زين ليش العراق كان هو رائد، كان ببلد اللي بلد الحضارات وبلد الثقافه وبلد يعني مع الاسف انه الامور صارت بهالشكل هذا. والله انا انقهر يعني من اشوف بعض مرات قلبي ينعصر. لك شو تسوي يعني؟ انا لله وانا يراجعون، هم هذول وما حتتغير. انا اقول لك هاي الوجوه راح تتغير بشكل اخر، ويجون نفس السيطره موجودين، لان هم عندهم القوه العسكريه هسه وعندهم الاقتصاد بيدهم لازمي. نعم. خلاص هم حيكونوا مسيطرين، ماكو واحد. للاسف للاسف الشديد. دكتور رعد حقيقه يعني يعني تشرفت بمشاركتك، ونتمنى ان تتواصل ويانا ايضا في الايام القادمه. اشكرك جزيل الشكر على المشاركة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإكمال الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أحد الأخوة شاركنا على خدمة الواتساب يقول ماذا فعل لنا البرلمان؟ لا نريد برلمان، الميزانية كلها لرواتبهم، كثرة بلا فائدة، فقط ينظرون لمصالحهم، الله ينتقم منهم. وشنو التغيير راح يصير؟ نفس الرؤساء الكتل، عصابات ومافيات جديدة. معي أيضا مشاركة هاتفية من الأخ أبو مصطفى من الموصل، تفضل أخي أبو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ مصطفى، بالنسبه للسيد الدكتور رعد يمكن على اتصال كان وياه قبل شويه. نعم. يعني هو فعلا حط النقاط على الحروف. لكن نرجع ونقول البرلمانيين هم منهم ذولا؟ هم فعلا اكثرهم ما عندهم شهادات في حقيقتها.
اثنين هم اصلهم نصوص كانوا هاربي. يعني هناك بعض الشخصيات الموجوده بالعراق حاليا اللي هم ثاني قوات، احنا نعلم في الثمانينات كانوا مطاردين من قبل المخابرات العراقيه لان كانوا خونه، واليوم اصبحوا هم الشرفاء بالبلد ويحللون ويحرمون هم بالبلد. لكن احنا العتب نرجع واقول ارجع واقول احنا العتب علينا احنا الشعب العراقي. اخي لا تلقى عاد كنا مقاطعه واحده، كنا نقوم مره واحده والله واحده، لا هذا يوم السنه قايمين، يوم الشيعه قايمين، يوم الكراد ساكتين، هذه هي اللي دمرتنا. من البرلماني؟ البرلماني انسان دايح، انسان ساقط، لا عنده ذخيره، ما عنده غيره على عرضه وشرفه، يعني العراقيه من انتهك عرضها، شنو اللي بعد وراها؟ الارض والعرض هن اثنين ذني يعني متعلقه، الارض هي اغلى من العرض، لانه اذا راحت الارض راح العرض. فالعراقي ليش شاكت لحد الان؟ اليوم 13 14 سنه، كل سنه تزيدون تجديد ماكو، نفس الوجوه راح تجيكم غصب عنكم اذا ما تصورون. وهذول اللي يجون الجدد اذا جاهم كم واحد، هذول هم حاطين نفس السريه مالهم شانهم، يجي ويحطوا نفس الوجوه. ابد على الله على ما اقول وكيل، كل دول المرشحين يعلمون كيف يستلمون ال 400 مليون مدري ايش قد هاي تحسين وضع ما يسمونه عندهم. ولا شلون يبوقون؟ ما بالهم انه يغير وضع او يعدل شارع او ينقذ نازحين اللي حاله حال الضيم، ينقذ اعلن اعلن الشهداء اللي صاروا بالجمله اللي تامش يدهم، الارامل هاي برميل يوم القيامه كلها برقابهم، لكن من اللي احنا ايضا مشاركين بهذه الجريمه لانه احنا ما دعنا احنا نقبل سكوتنا ما لا تقبول. لا اخي لا تخاف يا اخي انهض. اما الضباط وغيره السيد الضابط يقول لك شان الضباط يقول قائد فرقه قبل شوي فتره سالت واحد يقول ايش قد تعرف ايش قد راتب قائد فرقه؟ قلت والله يعني 4-5 ملايين عراقي. قال لي خلاص على شيسك يا بشلون؟ قال لي قال لي عنده فضائيين. فضائيين لحد الان قال مليان الجيش فضائيين لحد الان. اكو موظفين مدنيين اسمع عنهم لحد الان استقاله راتبين. انت شايف دوله اي دوله هاي؟ اي دوله هاي؟ يعني انت اليوم مش بس وسائل التنقل والتكنولوجيا بتطورها، يعني انت يتقاضى راتبين نفس الاسم، يعني شو يتقاضى راتبين هذا؟ لو ما هي خايشه من الاساس. على قول ذاك قبل مثلا من يقول يشتم السلسله من مدينه قال ولا هي خايشه من راسها مو من المدينه. اخي ابو مصطفى بالتاكيد اشكرك. نعم اشكرك على المشاركه. معي ايضا الاخت ام عبد الله من بغداد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا. تحياتي لحضرتك والى قناتكم والى كل عراقي شريف. اهلا حضرتك استاذ. انا اقول انه العراقي كان سابقا الى 2003 كان العراقي رافع راسه. نعم. اصبح اليوم العراقي في حاله ذل واذلال من قبل السياسيين. العراق كان سابقا كان ذو سياده، اصبح اليوم بلا سياده. العراق كان مستقر ومتقدم، اصبح مدمر بأكمله من الشمال إلى الجنوب. قتل العراقيين وقتل الشباب وإدخالهم بالسجون والمعتقلات، وخاصة هسه المحافظات المدمرة لا حول ولا قوة إلا. فإحنا السبب، إحنا العراقيين. العراقي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في رسم السياسة الحالية للعراق. إذا إحنا في حالة ذل والعراقي في حالة نكبات، فكيف راح نصير احنا راح نحسن هذا الوضع اللي موجود؟ اياد علاوي من حيفا قال انه انتم دمرتونا، يعني ليش؟ لانه دي نبه للعراق يقول له انتم دمرتونا لان انتم ما عندكم كلمه تصحيح الوضع السياسي اللي موجود وحاله الفساد اللي موجوده بالعراق. نعم. احنا سمحنا المرشحين هسه الجدد واللي كانوا سابقين هسه بدأوا جلودهم واصبحت باشكال علمانيه وباشكال جميله حتى تغطي العراقي، لكن احنا اذا عندنا عراقيين وعندنا شويه احساس صغيره على العراق المفروض ما نقوم بعمليه الانتخابات، لان كل انتخاب لو ولو واحد هو انه بنعطي شرعيه للمرشح الفاسد. فلهذا انا اقول انه العراق هو صاحب الكلمه، اذا ما يقول كلمته واذا ما ينفذ ما يتلي عليه ضميره ويرجع العراق ويرفع راس العراقي
ترى احنا راح نبقى في برج مثل ما يقول. نعم. وتحياتي. شكرا شكرا جزيلا اختي ام عبد الله. احد الاخوه يقول صدقني يا اخي مصطفى الشعب قابل وراضي بهذه النماذج من الفاسدين. تصور كنا في زياره لكربلاء اجرنا تاكسي وصار حديث عن المرشحين. يقول يعني صاحب التاكسي يقول خلي يبقون المهم يخلونا نزور ونلطم. مشاركة أيضا من أحد الأخوة يقول الحكومة والبرلمان شرفاء وحكومة نزيهة والدليل على كلامي الإنجازات التالية مشاريع صناعية قامت ببناء مصانع بأمر من إيران لقتل وسلب ونهب أموال العراقيين وصناعة الميليشيات والحشد وداعش زراعة الفتنة والطائفية والقتل والسلب والنهب. القضاء العراقي نزيه لأن الأحزاب السياسية والميليشيات والحشد لا يجوز محاسبتهم لأنهم ملائكة. هذه هي الحكومة. أطلب من كل عراقي شريف عنده غيرة وشرف أن لا يذهب إلى الانتخابات. الأخ زين العابدين الميالي من مدينة النجف يقول بعض المتصلين يتكلمون بالطائفية ويتجاوزون وهذه الحالة لا تليق بالرافدين. يعني أخي زين العابدين لا نسمح بأي كلام طائفي. الكلام عن الأحزاب الشيعية وعن الميليشيات وعن يعني السياسيين عموما يعني الكلام لا نسمح بأي كلام يوجه إلى أي طائفة لإساءة لأي طائفة في العراق. هذا هو منهج الرافدين وحضرتك يعني متابع قديم وبالتأكيد تعرف منهجنا. أحد الأخوة يقول قامت مجاميع مسلحة بقيادة أبو علي الساعدي بتهديد الأهالي لانتخاب قائمة الفتح أو القتل. الكلام في قرية الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل. أيضا مشاركة من أحد الأخوة يقول كان العراق قوي بأهله وجيشه وخيراته لكن هؤلاء الذين يتحكمون بخيرات العراق الآن ليس لهم أي نية بتحسين أوضاع الشعب لأن أكثرهم لا يعلمون كيف يدار بلد وخاصة بلد مثل العراق. كل واحد منهم يمثل دولة تساعد على سرقة موارد العراق والله ينتقم من كل من كل مجرم سرق من أموال العراقيين. أحد الأخوة يقول فرع هيئة علماء المسلمين يوزع مساعدات للنازحين في الحويجة والمناطق الأخرى. طيب يا أخي نحن النازحين موجودين بمخيم أكدى على الحدود السورية التركية. لماذا لا توجد لنا حصة من مساعدات هيئة علماء المسلمين وبارك الله بكم. يعني حقيقة لا أعرف. أتمنى المسؤولين عن هذا الموضوع يستمعون إلى هذه الرسالة وهذه المناشدة ويتخذون الإجراء اللازم. مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة والتواصل. أعتذر إن لم أتمكن من استقبال إحدى المشاركات. نلتقيكم إن شاء الله في أوقات أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم.